السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى عقيدة الهاشميين سيدتي زينب ورحمة الله وبركاته. أحبتنا مشاهدينا الكرام، سوف نرسو هذا اليوم في محافظة عراقية مليئة بالإبداع والسلام إن شاء الله الحبيبة والعزيزة كركوك وشاعرها وأحد فرسانها وفرسان العراق أيضا، الشعراء المهمين والرائعين اللي مثلوا العراق داخل العراق وخارج العراق خير تمثيل، ألا وهو الحبيب حسام السبعاوي. الله يعزك. الله يعزك أبو الأكبر. شرفت. أنت الشرف. ونورت. شكرا. وحللت أهلا. الله يحفظك. ونزلت سهلا. تسلم. أهلنا يقولون وحياك الله ويا كل فرة ويد. أي من ملفاك الممشاك. أي من أي. ملفاك الملقاك. شرفت. الله يعزك. الله يعزك. شكرا لحبيب. شكرا على هذه المقدمة حبيبي. شكرا لك. حبيبي. وأسفين إذا تعبناك. لا بالعكس تعبكم. الله يخليك. إحنا نعيش أجواء محرم. نعم. وتعرف اليوم القناة الفضائية هي تصدر ثقافة مجتمع. نعم. صح ولا خطأ؟ نعم نعم لا صح. وإحنا ثقافة مجتمعنا العراقي. نعم. أنه نؤمن ونعتقد. نعم. والاعتقاد أشد درجات اليقين كما تعلم سيد الفاضل. أحسنت. أن الحسين للجميع. أحسنت. وليس لفئة دون أخرى. نعم. هذا الأكيد. أخذت واحدة في الفصيح باعتبارك شعر فصيح. لا ما عليك زود. ايه. لا أحسنت. ها أخويا. ايه ولا تهور. فإحنا من هذا الباب. ها. قدمنا فد نموذج طيب. ما عليك زود. ما عليك زود. والمايك لك. الله يحفظك. شكرا جزيلا لك لهذه الدعوة الكريمة. شكرا لقناة الأيام المحترمة على هذه الاستضافة وهذا البرنامج المهم الذي يرفد الشاعر العراقي والشعر الشعبي العراقي بكل شيء جميل. أتشرف أحل ضيف مرة أخرى وأقابل هذا الوجه السمح. الله يسلمك. وأنت ما عليك زود أيضا، رايتك عالية وبيرغك عالية. الله يسلمك. الحسين عليه السلام. لا أبديني بالزهيري. بالزهيري يرحم والديك لأن كلش حبيته. هو الزهيري أيضا على الإمام الحسين عليه السلام. سلام الله عليك سيد ومولاي. إصلاح سيفك تحد لله والسنة. جيد. إصلاح سيفك تحد لله. تحد لله والسنة, والسنة. ومروح حبك على القانون والسنة. رباني نهجك نهج الكتاب والسنة. كان اهتمامك نهر للخير والصبة. لله ما أشرف المصبوح والصبة. بيك المسيح اقتدى ويحسيا والصبة. ناهيك إنك رمز للشيعة والسنة. سلام الله عليك. لنجيع أوداج أعود وأنتمي. الأوداج واضح والنجيع واضح. دم الرقبة عندما نعم. يذبح المذبوح. الله الله. نعم. لنجيع أوداج أعود وأنتمي باسم الحسين أنا أسجل مأتمي. صدر تموت به السهام رأيتها ورأيته يحيا بشهر محرم. الله. ما كان نصرا عاجلا بل آجلا. ليس الذي في وقته كالدائم قد بورك السبعون. الله الله الله. ما كان نصرا عاجلا بل آجلا. ليس الذي في وقته كالدائم قد بورك السبعون حتى أصبحوا أمما تسير إلى إمام عالمي. نصروا حسين الله وانتصروا به وتألقوا لله مثل الأنجم. عرفوه بل عرفوا به وتعرفوا وتحقق الإسلام بعد تأسلم. والله ليس بشاعر من لم يقل شعرا بمن ألقى معلقة الدم. ويا ربي الله. يا من عبر موسى النبي يمه. يا ربي يا ربي يا من عبر موسى النبي يمه. لحسين أريد أعتني قلبي ورحل يمه. يا رب يا من عبر موسى النبي يمه. لحسين أريد أعتني قلبي ورحل يمه. حاشيت أمي وقلت تدريني يا يمه يمه. يشمرني شوق القلب علي عشقت شمر متلهف وأردم. خل غير يصرخ شمر مشاي
لو بالضرب يطلع لي 100 شمر كفو مشاي وردعتني لحسين ابو اليمن. نعم مشاي وردعتني لحسين اجاد واحسنت الله يعزك. شلون هلا الاجواء بمحافظه كركوك؟ كركوك محافظه تمثل العراق، يحزن العراق تحزن، ينتصر العراق تنتصر، يتألم العراق تتألم، يبكي العراق على الحسين تبكي على الحسين والله، وعلى آل الحسين وأصحاب الحسين ومحبي الحسين. أنا أسكن في منطقة في كركوك، المنطقة يعني هي السرادق مال العزاء بكل فرع، الرايات، وعلى طار الراية أرد أسولف لك سالفة. جيراني الله يحفظهم والله يحفظ كل العراقيين وكل أهلنا وناسنا الطيبين، عندهم ابنهم الصغير يريد يعلق راية، فأنا باللي أسولف يعلق راية مالت الإمام الحسين، مالت الإمام الحسين. نعم هذا الحكي في بداية هاي 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 الأيام اللي مضت. فأنا باللي أسولف البنتي رقية وأسولف لابني محمد، أسولف لهم عن الإمام الحسين وعن الواقعة واقعة الطاف، وأحكي لهم عن الأمة وكذا وكذا. فهم تدري أطفال، الطفل اسفنجة يمتص، وين تخليه يمتص؟ خير يمتص خير، كرامة يمتص كرامة، وهكذا يتغذى. فأسولف لهم عن أهل البيت عليهم السلام ولهم المحبة والولاء. فمحمد متأثر بالحكي، مو يقول الولد سر أبيه، نعم أي على دين أبيه، فمتأثر بالكلام. الظاهر اللي الكل بايته وياه هذه السوالف. الصبح شايف جيراننا طفل همينة من عمره شوي أكبر صاعد يريد يعلق راية للإمام الحسين عليه السلام على بيتهم. فبيني وبين جاري حائط واحد يعني فوق، فمحمد جاي اللي علقها على البرج اللي بصفنا، احنا عندنا برج مال الانترنت قريب يعني هيجي اكو بين الحائطين. فصاعد هذا ومهتم ومعلقها بشكل جيد، بس مو عاليه يعني، العصا اللي بالرايه مو هذه الساريه مثل ما نقول، فشي متر شوي اقل، بس الرايه كبيره. طلعت ثاني امر بالحوش، ومحمد صاحب بابا ارفع راسك شوف ايش سويت فوق السطح. ما وعد قلت ايش سويت؟ قال هاي الرايه، قلت انت معلقها؟ قال جيراننا راد يعلقها، وقلت له انا علقها يمنا اشدها يمنا. قلت ماشي. صعدت هم يترقبون ابوهم شو يسوي، صعدت فوق وافل الرايه بيدي من على البرج مال الانترنت، فليت. الكل مستغرب، الجيران والاهل والاطفال، شو يسوي حسام صاير طايفي توالي عمره، هذا شلون؟ فليت الرايه ونزلت جوا، وعندي سكه حديديه طولها 3 أمتار، وجيت واشد الرايه هاي مالتهم من نص متر ما ادري ايش، واشدها عالي واصعد على القاط الثاني وعلقها فوق. قلت لهم هاي رايه الحسين لازم بعالي سمه، بعالي سمه مو هنا خوش. فالحسين في دم كل شريف، الحسين وأخوة الحسين وأبناء الحسين وأصحاب الحسين ومن يمشي على طريق الحسين، هذا الذي يعني ثار من أجل الإصلاح ومن أجل أن نجتمع أنا وأنت في مثل هذا اليوم. شنو الأشياء اللي ممكن يعني ما نقدر نتخلص من عدها؟ الأشياء يهم الشيء بشيء يذكر. يقول سيدنا موسى، نبي الله موسى عليه السلام، يوم من الأيام يحاكي رب السماوات العلى، وتعرف كليم الله كل نبي إلى نعم فد صفة معينة، نعم، فيحاكي الله سبحانه وتعالى، قال له عندي طلب أطلب منك، إحنا نحكيها بالشعبي لأن إحنا شعراء شعبيين ونتشرف بهذا. إيه قال له عندي طلب. قال شنو طلبك؟ قال أريد تجيب لسان الناس عني، الناس تجيب طاري بالموزين. قال طلب الطلب يعني أنا نفسي أنا ما كتبته، أنا ما خلصان من لسان الناس. اللي ما نقدر نتخلص من عنده احنا لسان الناس، انسان الناس والحكي والكلام الموزين. وانا مريت على هذا الموضوع بالشعر كثيرا، ولكن اختصر في بيتين او اكثر. براحتك. بيتين اقول: رسمنا بابتسامة او سترنا بابتسامة هموم واحزان، سترنا بابتسامة هموم واحزان، وغطينا شكثر ضيم وظلايم، خلصنا من العتب ما تودفنا، ولكن ما خلصنا من التهايب. الله لعلمك يا زمن نقدر ترى نعيل مثل ما انت بينا تعيل قايم، بس احنا لأهلنا نجيب رحمات مو مثلك تجيب لهم شتايم. سلامتك وسلامت المشاهدين الكرام. فما نقدر نخلص من يعني من كلام الناس طبعا. نعم بس بالمناسبة كفارة الذنب ترى، هم عندي شطر بقصيدة، بيت بقصيدة أقول: قواني السيئات
بالظهر يحشون كل واحد يقوم ايش يلقوني. ايه شلون لعد انت تصعد فوق وتلقى نفسك من تنفتح القاصة مالتك مال اعمالك الحسنات والسيئات، شلون تلقى عندك حسنات انت اصلا ما مسويهن وسيئات رايحات؟ ايه هذه تصفية حسابات. نعم. لان فوق ماكو رد يعني مظالم الا عن هذه الطريقة، ياخذون من حسنات المسيء ويعطون للمساء اليه، واذا هذا ما عنده حسنات فياخذون من سيئات المساء اليه صح ويعطون الذاك، وها هي وتخلص. زين شنو علاقتك بالامام العباس عليه السلام؟ رمز هذا رمز الوفاء الامام العباس، رمز الوفاء، كتبنا عنه كثيرا. انا اعرف اعرف انه عندك علاقه يعني روحيه. اي نعم، العباس يعني هذه الشخصيه شخصيه ملهمه، وفي والوفاء اجمل ما يكون في بصفه بالانسان من صفه. يعني انا اقول قالوا العباس جيب لي وصفه، مو اي حيرون الشعراء قالوا العباس جيب لي وصفه، قلت لا بالله جيب لي وصفه. اولا عباس هذا اسم الحروب، اسمه بالجنسيه مكتوب الوفاء. اولا قالوا العباس جيب اليوصفه، قلت لا بالله جيب الينصفه. اولا عباس هذا اسم الحروب، اسمه بالجنسيه مكتوب الوفا. نسمه طيبه يمر على حدود الورود بس يهب عشوق مثل العاصفه. ها ساوموه رد الشهم فدوى الاخوي، وقبل سواها علي ويا المصطفى. هي هيج الخوة ما بيها نقاش، كح العيون الحسين بموقفه كله جود وبيده جود، وهالوجود الله راد بهالإمام يشرف. الله كله جود وهالوجود، كله جود وبيده جود وهالوجود، الله راد بهالإمام يشرفه. السبب عباس إذا تسأل تريد عن جنود بلا قيود، مكتف حالة الخرفان لو مر بها ذيب، حالة بالحومة كل من صادفة إلى آخره. العباس في دارميات تناولت عليه السلام، سلام الله عليه، أقول من يجبل العباس كل هالتلاشة شا غير ياه يصير ساقي العطاشة. الله الله، لأن غيرة العباس ما منها غيرة، من تنعد الفرسان ينعد عشير. الله عليه السلام. هذا وصف لشجاعة العباس سلام الله العباس. نعم. يقول أثناء ما 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 نزل للميدان إنه لجلب الماء للعيال. نعم. فيقول اختبصوا شيء طبيعي غنم يمقصر. الله الله. إيه صحيح. اختبصوا شيء طبيعي غنم يمقصر. نعم. القلق عد ليتيه يكبر المغرب. صح. التسأل على الوضع ويقول لك مهودين. خلي بالك يكذب. اي كذب. عد الليل. نعم. وفحول الزلم صاحين. الله. شي نوم الذبيح بدار المعز. الله الله. جاي لك الموت جاي. نعم 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 احسنت. وانت. فوق احسنت. الله يعزك. شلونك بالانتظار سيدي الفاضل؟ بالانتظار. انه تحب الانتظار ما تحب الانتظار؟ الانتظار حسب. حسب نوع الانتظار، مرات واحد يعني ينتظر الفرج. والفرج يعني هو غاية، غاية الإنسان غايته وطموحه أنه يفرج الله عنه كربه. نعم. وكذا. نعم. المن تسند ظهرك؟ أسند ظهري أولا لله جل وعلا، وإن كان ولا بد من مخلوقات الله، فأنا قايلها قبل بأبيات معينة أقول عجبل ظهرك اسنده. بالمناسبة الجبل مو بالضرورة أحجار، يجوز جنابك الكريم الجبل. الله يعزك. أحد الإخوة الأعزاء، الله يسعدك، احد الاوفياء، احد المخلصين، احد ذوي القربى يكون لك جبل، فعد جبل ظهرك اسنده. بس على الحائط خطر الجبل، مشتغله ربك مو مثل شغل البشر. الله. اي نعم نعم نعم. ناخذ فاصل حبيب القلب. مشاهدينا الاكارم، فاصل ونعود اليكم. مشاهدينا الأكارم،
البارت الثاني مع الحبيب والكبير حسام السبعاوي. الله يعزك أبو لك. أهلا وسهلا بك مرة ثانية حبيب قلبي والله. حياك الله. حيا الله نبارك. الله يسلمك. استوى قلت أنه الحديث أو الحادثة مع النبي موسى عليه السلام. نعم. شلون تتعامل ويا موضوع الناس اللي يحشون عليك؟ إيه الناس اللي يحشون علي. أكو هم ولا ماكو؟ طبعاً. طبعاً طبعاً. من نكون إحنا؟ يعني قياساً بالأنبياء والصالحين والناس الخيرين. لا أتحدث عن نفسي. من أكون؟ ذولاك الرائعين نحش عليهم. طبعاً. واحد من عوام الناس البسطاء. بس عندي فكرتي الخاصة بي بالوزن والقافية. أقول هذا اللي يحشون علي أحترمهم. بس أكو شرط، أحترم لي سبني بس بوجه يكون. والله ما عندي وقت أنظر وراء، وللأبد ما عاتب أشباه الرجال عيب، بس مو عيب إذا عاتب مرة. الله. إيه إيه. اللي يحشون الناس اللي أحترم لي سبني بس بوجه يكون. خويا ما عندي وقت أنظر وراء، وللأبد ما عاتب أشباه الرجال عيب، بس مو عيب إذا عاتب مرة. فهو الرجل يواجه. نعم. ويجيك ويقول لك هاي بيك. الناس اللي واقفين ويا حسام السبعاوي هواي له شويه. هم مو بالكثره، بالنوعيه، مو بالنوعية اصحاب طبعا. المواقف اي مو بالكثره، بالنوعيه. ولكن احنا مرات يخيب املنا بناس. اها شلون يا خيبه املنا بناس كانوا شيء مهم عندنا، وقفوا من وقتنا ندار، لكن للاسف ضدنا. افا اي نعم اي اي وهي الشدائد اي محك الاصدقاء. الاصدقاء اي طبعا محك الاصدقاء. الاصدقاء شلون انا قلت شلون كلمه هذه ابو الاكبر شنو هي كلمه الاصدقاء؟ ترى بيها عمق عظيم طبعا من الصدق. اي مو كل صاحب صديق اي ولكن أكو صاحب طريق. ولا احسنت، ولكن عرف صديق. اي طبعا انا عدي بهذا الصدد وجدانيه واقراها. اقرا. كنت ما اشوف زين بذيك الايام، واتضحت الرؤيه بابتلائي. العلى عد الاصابع ذولي على الراس، والباقي عرف مو اصدقاء. كنت ما اشوف زين بذيك الايام، واتضحت الرؤيه بابتلائي. العلى عد الاصابع ذولي على الراس، والباقي عرف مو اصدقاء. انا تغيرت وتغيرت ولاي حساباتي ونظرتي وانتمائي. المقصر بعد ويا الله ينجاز، زعل واعتاب ما ينضح انائي. انا تيقنت من عده اشياء، اكو صحبان ما تحضر عزائي، اكو انسان ابد ما كان على البال يجي ويوقف لموقف كربلائي. الله. واكو تلقى بقوائم ربعك الحوح، انت مسجله بس يطلع فضائي. استاذ الزمن والكل تلاميذ، وتحديدا بالاول ابتداء. وقع الاقنعه وكشفني الوجوه، وشوفني المنافق والمرائي. وما ضوجني بس ضوجني من قال، كنت للي يطعن بظهرك فدائي. ما حاقد على حلق بس بعد ما اوالي ما عرف قيمه ولائي. اتشوي من البدايه جروح الايام، ولا اشوف تشوي الحل النهائي. صح ما اقول بس من محنتي وغاد وفائي، الكل من يقدر وفائي. هم شكم اسم واذكرهم بخير، بعد ما طول هواي بدعائي. ابد ما طول هواي بدعائي. هذا الكلام ما جاء عن فراغ طبعا، جاء عن تجربه طبعا طبعا، ومؤلمه اليمه. اي في بدايه تقديمنا الحلقه قلت مثل العراق بداخل العراق وخارج العراق. ايوه النعم منك، هذا من طيبك. الله يعزك، كرم اخلاقك. وين مثلت العراق خارج العراق؟ والله لحد قبل شهر كان اكو مهرجان في لبنان، في جنوب لبنان، في صيدا والنبطيه، استمر اكثر من 3 ايام. مهرجان حمل عنوان مهرجان الوطن العربي للابداع، تلاقح الثقافات. جوي من عده بلدان، من الخليج وايضا من كل بلدان، اغلب يعني جل مو كل بلداننا العربيه، ممثلين شعراء ومثقفين وهكذا. فمهرجان ادرته، كنت اني ادير المهرجان على المنصه. عرافه. بعنوان عرافه الحفل. نعم. جميل. نعم. ما قرأت قصيده؟ على اساس ما اقرا، على اساس ما اقرا. انا من يعني ما اجمع بين شيئين، من اليوم المهمه موكله الي مقدم برنامج، ما اسوي هاي الامور او اني عريف.
فبس توازيت. أحد الأخوة قرأ قصيدة تناول بها وطني بشكل ما يليق بوطني. نعم هو العراق. هو مو عراقي بس تناول الوطن يمر على العراق بأثناء بأبياته بمفهومه هو، وهو غلطان. شلون والله مثلا؟ يعني كانت لا تخلو من طائفية، وأنا هذا الطائفي أتخبل. يعني قصدك أنه هو يتخيل أنه العراق طائفي، البلد طائفي وكذا وكذا. فأني جيد. فأني يعني عدو اللدود أموت منه، يعني غلط أغلط على الطائفي حتى بالشعر. فعدي عدي قصيدة أقول: ليشمت بمبتلى هم ينشو بناره. ترى احنا ابتلينا، ابتلينا بأشياء ما يعني منها من بينها الطائفية، ومرت وولت إن شاء الله قلعة على قولة العرب بعد لا ترجع. ليشمت بمبتلى هم ينشو بناره، نعور طبع الوقت والدنيا دوارة يتخزى من البري كل من أخذ ثارة، والما قدر على الكرم ما يعلم مقدار. طيب الله اللي ينمدح يفترض أخلاقه هي السبب، وابن الحلال الحجب تربيته يحجب أدب، يكرم السامع بعض الأمراض صوت النسب. الله والبالأصل طائفي خلي يسأل أمه شعج. كل من يدوس الورد معيوب اللي يبجله، اللي يحصد أخضر عمر من جل نذل من جله، اليولي أعزل أبد ما يمتلك مرجلة، الغدر عار وعمى بعين العلي سجله. الله الله. شاعر فدية الوطن بطيافة وترابة واحجيها لو من صدق داستني دبابة، أمدح كريم الفعل وامثاله واصحابه وانعل ابو الطائفي لابو ابو الجار، اغوص وغيري بالعز طائفي عراقي وكل شي حاتم طائفي، اغوص وغيري بالعز طائفي عراقي وكل شي حاتم طائفي، حشاني من اللي يدور طائفي انا مأصل هذاك بلاوي. الله سلامتك الله وبسلامة العراق الله يعزك الله. عسى الله يدوم العراق ان شاء الله. امين 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 يا رب العالمين، امين يا رب العالمين. هذا يقول دكتور علي شريعتي اي يقول انا يعني للأمانة حتى اكون امين، نعم هذه الطرفة أنه سمعتها من الكبير سيد عماد المطاريح. أي. يقول علي شريعتي يمر بشارع وشاف صديقة زين شخبارك ومورك، صديقة واقف ببابهم، قال شخبار ديجكم لم أسمع له صياح خوش، فقال لقد شكاه الجيران شكاه الجيران وذبحته زين. يقول ومنذ ذلك اليوم تيقنت أن من يوقظ الناس مصيره الهلاك. الله 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 الله. شاهد الكلام وبعض القصائد طريق قصير إلى المقبرة. نعم نعم، كل من يعمل بأخلاقه، صديقي في الشعر وصديقي في الطرح، أنت صاحب صوت شريف الله يعزك. يعني من أولى القصائد التي وصلت للديرة قصيدتك اللي تحطم بها وتكسر بها أغلال الطائفية وكذا وكذا، وصوتك شريف حبن حليبك طاهر الله يعزك. فهو هذا الذي تحفظه أمه بفراش يديك. هي شوف خلنا نسولف لك سالفة. أمير المؤمنين سلام الله عليه علمنا أبي طالب يقول الناس صنفان. نعم نعم. أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. في الخلق أنت تتعامل ويا الناس تحت هاي المسميات. صحيح صح له خطأ. صحيح حسنت. يعني 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 انه كل الناس لك علاقه بهم. نعم حسب هذا هاي الشرطين. نعم. اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق. نعم نعم نعم. يعني قاسم مشترك وياك بالارض. يا سلام بن بلده. شكرا لك. عفوا. الحديث مع الناس الواعين حقيقه له متعه. الله يعزك بالله الكريم. له متعه. الله يعزك. وتحس انه انت تقدم شيء للمتلقي، قصيدة وسالفة لطيفة من الممكن يستفاد منها يا حبيبي.
من هذا من حسن ظنك. شكرا لك. الله يعزك. الله شكرا يعزك ويسلمك. احنا يقول اللي من الله صعد اي شيء طي حياته سقيط اي نعم السووهن علي اعرف اسويه نعم بس اكو مانع وردا في البساخ يا الاخلاق الله 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 تخجلني وتشتفني وعدي الله 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 انا اعرف اسوي بس المرات الاخلاق شوي احسنتم هو حبيبنا حبيبنا رمزنا الاكبر محمد عليه افضل الصلاه والسلام مو بعث ليتمم مكارم الاخلاق كانت هناك اخلاق لا بل كانت مكارم اخلاق بس شجع حتى يتممهن فاحنا نتحرك بهذه المنطقه هذه يذمون بمن يذمونه يذمون ليش على مود احنا نقول على الطريفه يقول اعرابي دخل لمكتبه مليئه بالكتب فاحدهم شافه باوى عليه رص الثياب شكله مو مقراء مو مال قراءه مال كتب قال له انت شو تسوي وين جاي هنا قال له اني جاي هنا قال له هاي مكتبه وهاي كلها اشياء انت تعرف شبيهن هاي الكتب كلها قال له يا اعرف بيهن شنو شبيهن قال له شبيهن قال له هاي كلهن الكتب يقولن يا ادمي صير خوش ادمي الله كلها تدعو لمكارم الاخلاق من الاخير اختصرها نعم فاحنا على طاري الاخلاق انا هذه بيدي لازمها لانه ارد اقرا قصيده الاخلاق يعني عن اذنك واذن مشاهدينا الكرام شرف انت الشرف اذا والاذا شرطيه من ادوات الشرطه يعني تتحمل نعم اذا الاخلاق مال احسبني صاحب مال ومن هالمال حمل جمال وتوكل اذا الاخلاق مال اذا الاخلاق مال احسبني صاحب مال احسبني صاحب مال ومن هالمال حمل جمال وتوكل اقدر جيتك بس اسمع المفروض اللي يسب النهر وقت العطش يخجل عزيزات النصايح بس لك صوغات اذا تتفضل ومن عندي تتقبل احب هذا المثل من ينقرب وجهين احب هذا المثل بس هو والتعقيب حبه احكي وكرهه احكي ما يعقل وادي ومن يخدمك طوب قالي يصير الله الله وادي ومن يخدمك زاكروس يصير وادي ومن يخدمك جبل عالي يصير انا اقبل ولكن الله ما يقبل ما يقبل من يموت الكلام اللي يحكم الاحساس وباقي الامر العيون تتكفل تحكي من السولف لي قوم واقلب المقلوب او اقعد عوج وبحكي تعدل تعدل لا تغلط على المطر يا لوالدك فلاح منطقية لا تغلط على المطر يا لوالدك فلاح يا خايب زرع ابوك بلا مطر يذبل من يصير المطر حسبة حياة او موت بس ينزل تظل بالله تتوسل تطير ويا الهوى الآراء تطير ويا الهوى الآراء اذا في الليل على تصريحه يندم كل من استعجل اثبت على الصدر من عندك وخليك تأويلك غلط على البيل سانك زل نشازع للإذن يتواضع الطاووس لو باقي على المغرور هم مجمل بعد ما قصرت لا تطول التبرير اسكت لو ردت ينشاف لك محمل تقدر والسكوت بخدمة الغلطان اللي يشيل الجمر شويات يتحمل الله مرات الخطأ نقطة وكبير يصير رحيمك عن رجيمك نقطة بالأسفل عقلك صاحبك لو زين لو مو زين لو تايه تعيش بجاله لو تندل ترى الناجح يتابع بس اللي ينجحون وقت ما عنده حتى يصفى على الفشل اي بالله صحيح ترى الناجح يتابع بس اللي ينجحون وقت ما عنده حتى يصفى على يفشل حكي بنادم زرع بفعاله من يسقيه بعض يصير أسوأ والبعض أفضل سنابل ويدغل ويميز الحاصود يا راح القيمة للمجد الله 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 وما يحكي الجبل والناس تمدح ما يحكي الجبل والناس تمدح به لأن ثابت يعيش وغيره يتنقل عيش
بنفس وجهه لو عتق موعد ينعاب الرجل من وجهه. اي بالله عيش بنفس وجهك لو عتق موعد ينعاب الرجل من وجهه. كفو كفوك الطيب. ناخذ فاصل مشاهدينا الأكارم، فاصل ونعود إليكم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم للبارت الأخير، بارت الختام، مع الحبيب والكبير حسام السبعاوي أبو رقية عن عمو أكرم. محمد يزعل ماكو، يقول أنا مو ولدك، أقول له مو إلى أكبر ابني. الله يخليهم إن شاء الله. الله يعزك. الله يخليهم إن شاء الله. ممكن الشاعر المجد يطفئ نجمة؟ مجد ويطفئ نجمة؟ أي. لا، إذا هو مجتهد ومجد ويتعب على نفسه وهذا لا. ليش يطفئ؟ ما يطفئ نجمة؟ لا لا. هو مجتهد و... جيد. أيه. يعني من باب لكل مجتهد النصيب. نصيب، نعم، يأخذ نصيبه. نعم نعم. والشعر غرس يراد لسقي طبعا. اي السقي انه انت تواكب العصر، تواكب الاحداث، انت مو تكون في عزله، انت مو بعيد عن الناس، عن مناسباتهم. والله انا هذا ما يناسبني، انا ما احضر بهيك مؤتمرات، هذا مو توجهي، هذا مو مدري شنو، هذا كذا. لا، انت تروح وتطرح طرحك الواعي، طرحك المحمود المثقف المحترم، وكان بها ونعمته. خلاص، هذا الشعر عندي. يتساءلون وبعضهم يستفهم، هل إن تلحين الكلام محرم؟ يتساءلون وبعضهم يستفهم، هل إن تلحين الكلام محرم؟ هذا كلام الله كان ولم يزل، نصغي إليه وإنه يتنغم يترنم، والشعر ينشد بل يغنى، كونه ألم وكل العالمين تألم. هذا على وطن يئن لفقده، والآخرون على التي فيها نمو، وهناك من يشكو فراق أخ له، والمغرمون وما يقول المغرم، وإلى الذين الفقر ينخر عظمهم، وإلى الذين بحالهم لا نعلم، جئنا نغني الشعر حتى يأنسوا، وإلى لقاء فيه رب يرحم. هذا وما أردنا قوله من قال ما الشعر نقول له الدم. الله. إيه. أنت لسان حال الناس، المجتمع، الأصلاء، الشرفاء. من قال ما الشعر نقول له الدم. يا أخي، الحقيقة اللي ما يفهمها المشاعر. نعم نعم نعم، هو تعبير تعبير. أنت تريد تعبر، أكو أشياء ما تقدر تسولف فيه. يعني سردا بصراحة، في بعض الأحيان أنه أنت يعني ما تقدر تنسلخ من أنت الشاعر. نعم. بدوامك انت شاعر، تباوع فيلم، مسلسل، برنامج معين يقودك للقصيده من خلال جمله، من خلال استعاره لطيفه، تقول هذا الموضوع له علاقه بالقصيده. تفهمني شلون؟ وكانما انت بالنسبه لك يا شاعر كل شيء يقودك للقصيده، فما تقدر تنسلخ. ابو الاكبر، الشعراء احيانا يتقمصون بعض الشخصيات، مثلا هو يريد يكرم بس هو ما عنده. أي. بس يلعب دور الكريم حتى يقول اللي عنده اكرم. أي. يريد يقدم على مساعدة شخص آخر بس هو لا يستطيع، فيلعب دور اللي يساعد، أنا أنطي، أنا أسوي، أنا كذا كذا. هو يقولوا له أنت على قولة المصريين محل تكش اللضرة، مو هيك يقولون؟ شلون هيك تقول هيك تسوي؟ هذا ما ينسحب على موضوع يقولون ما لا يفعلون. دولاك وصفهم واحد. أنا عندي بهذا الاتجاه، أنا كاتب عن الشعر وحيثياته. سجيتنا الدماثة وسل أولي الألباب. الدماثة هي السكوت بعقل. نعم. يقال عنك دمث. دمث. نعم. سجيتنا طبعنا، سجيتنا الدماثة وسل أولي الألباب. بس كان ريح نمشي وما تبخترنا، أسمح من لوافض يوم ردنا نجود، وعن معتازة بدلا ما تأخر، بينا من الفراسة ونبصر شوي غاد، وأحيانا صور شفناها تحضرنا، من توهي العلايق نشد هاي بهاي، ونرد المودة اللي كانت تسرنا، ما لذنب لئيم اللي كان بينا يلوذ،
نتنزه بعدنا وما تكبرنا، ولد المنتظين البيض بالكلفات، والله وبيبخت كل من يجاوبنا، أهل شيمة وعزيمة وشاع هذا الصيت، نتوق الكل شهم وبخير عاشرنا، ما لا يفعلون إن كان راي يقول ونقول لك نعم والصدق يجبرنا، لأنها ولو قلتها حكاية بالقرآن والباري صدق من وصف شاعرنا، شبالك ذرب والسكت اللي يحجون بعدك ما صرت وإحنا المثل صرنا، ربك قال إلا واكتفينا بهاي وش أكثر بعد والباري قدرنا، اذعن للبليغ وقول قال فلان ثق تخسرها كلها. نصرة نعم لزملائي هاي الأبيات نصرة، ويقولونهم نوبات أسمعهم في مجالس يقول الشعراء ويتبعهم القرآن الكريم العظيم، نعم في كل واد يهيمون، هذه الآية لها سبب نزول، الآيات لها أسباب نزول، نعم. سبب نزول هذه نزول لا وتكمل الآية أيضا. سيدي نزلت هذه الآية بشعراء هجوا النبي وهجوا الإسلام والدين الحنيف وتجاوزوا على هذه القيم، قيم الله جل وعلا، فنزلت بحقهم، والإلا كانت استثناء لما نزلت الآية وقراها حضرة النبي على مسامع الشعراء القاعدين بكوا قلبوها مناحة، قال إلا نصيبكم يعني أو بما معناه حتى لا أكون وضاعا، إلا الذين آمنوا، هو شنو الذي إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا شن أركان الإيمان عدهن تعرف روحك مؤمن لو ما مؤمن، مؤمن بالله، مؤمن بأنبياء، مؤمن بكتبه، مؤمن خلاص، أكو واحد مو مؤمن هسه موجودين والعياذ بالله منهم ما موجودين ما مؤمن، فهذا ما ينشمل، هذا إذا كان شاعر وغير مؤمن بوجود الله هذا أيه. أنا عندي بيت بقصيدة أقول أحترم كل شاعر بهذا الوجود من عدل ما يحترم رب العباد، احترام احترام مقدس نعم، وعدم احترام أيضا بمحله نعم سيدي أيه. نعم يعني أنا للأمانة ودي الحلقة طول أكثر، الله يخليك بالله الكريم، الله يخليك، أريد ناخذ قصيدة احنا، انا اعرف هذه الايام حرم وهذه ايام فيها مناسبه، وعندما قرات هذه القصائد انا ما غادرت الطريق الذي رسمه الثائر العظيم الامام الحسين عليه السلام، هو راد يثبت القيم والاخلاق، قيم واخلاق جده عليه الصلاه والسلام وابوه عليه السلام والرضوان وله المحبه والولاء، فهذه القراءات اللي قريتها أسأل الله بمصلحة الفكر، أسأل الله جل وعلا أنه تكون هنا يعني نعم. لا فيها أنا ولا فيها غرور ولا فيها هذه التفاصيل والحقد، والنعم لذا اسمح لي أن أعود والعود أحمد إلى خير خلق الله آل البيت عليهم السلام، أنعم وأكرم نعم. يمن تتنظف أنت بماي، تدري الماي بال البيت يتنظف، يمن تتنظف انت بماي، تدري الماي بال البيت يتنظف، يلي تدور عليهم وين ادلك داخل المصحف، الله محمد واله صلى الله عليهم من الكل اشرف وحق وانصف ولا يصطف مثلهم صف بعدهم والالف واللام، والمقصود كل كلمه بفضلهم راح تتعرف، وانا الحبيتهم مو سكته صوره وصوت، وش قد من نقامه ناس تتأفأف، وش قد وش كثر ذكروني بالموزين، لان ميزاني دوم يقول العاقل غلط يتساوى بالجاهل، الناجح ظلم ينقاس بالفاشل، وما أتقبل الفردوس للمقتول والقاتل، قبل ما أحكي بالمنقول لازم يحظى بالمعقول والمقبول، بعد ما أطمئن مسيرة الله الله الله، ويكل الكتب أفتح ملف تحقيق باستثناء بليلة قدر ناصر، وهن حكايتي وأخصم الموضوع وأكثر بعد بال البيت ما جاء جاد علينا باللي ربك خصهم بتطهير، حشى رب العرش ما ممكن يجامل نبيك ليش ذاك اليوم من بين الأوادم بيهم يبال، يا خي خوما نبي الأخلاق يتطرف، يا خي محشوم البشور الله يصرف، الله ترى أهل البيت أهل البيت عليهم بالشعر ما يصير، حي الله حكي وتعبير يتوظف على الأيتام من نمهم أحن وترف، أهل الخير والمعروف ونيال العلي هم راد يتعرف،
طبعا عن وصفهم يعجز الإنسان، إذا هو اللي ماشيهم بشر مو سهل يتوصف. سلام الله عليهم دوم من حضرة رسول الله إلى حضرة شهيد الضف، وأنا واحد من القالوا عن البيت نحبهم ومحبتهم نعيش الموت نشرف. الله 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 الله، نحبهم وبمحبتهم نعيش نموت نشرف نشرف. أطهروا خلق الله جميعا. موفق إن شاء الله. الأمان الحلقة ثرية جدا. يعزك يسلمك. حلقة ثرية جدا. سلمك. ممن تخاف؟ أخاف من الله جل وعلا، من رب السماوات العلى أخاف. تخشى على ماذا؟ أخشى على أبنائي. ياسر توجد يسأله سؤال لطيف جدا. نعم. أريد أسألك إياه. قوله. أنت شجاع؟ ألف. وسمعت الجواب وأنا من زمان. سمعت الجواب. وافق وافق. الأبناء مجبنة مبخلة قول لأمير المؤمنين عليه السلام. نعم. نعم. هو كان جوابه قبل الزواج لو بعد الزواج؟ قال إيه جواب سمعته. سمعته نعم. نعم. شجاع بقول الحق. ومؤثر ولو كان من نسب معينة. يعني ليس بنسب تحديدا، ولكن في قول الحق لا ما أخاف. ما أخاف أقول وخسرت هواي. وعلى قولته هو أبا الحسن عليه السلام لم يبقي لي الحق من صاحب. نعم. هواي عالم قالوا عني ما قالوا، والله يعفي عنهم إن شاء الله. نعم. هذا أكو شجرة احنا نسميه متسلق. أي تحب المتسلقات كشجرة هي أو كمتسلقات؟ حلوة مناظرها يعني على البيوت، بس الإنسان المتسلق أكو ناس متسلقين. أكو مخلوق من ذوي الاثنين، يعني مو أكو حاج أجلكم الله من ذوات الأربعة. من ذوي أنا المتسلق اللي يصعد على الأكتاف. عندي في قصيدة النهر: شذب عن نهر يبقى النهر صافي، على صغار البخت هذا الشطر كافي كافي، لكن أرد أقوم وأخصم الموضوع وأنكت كل من الشلبه على شتافي. واي شلبه؟ طبعا جيل لا واحد ولا اثنين. نعم. نعم. وردوا لك الجميل؟ فيهم من رد الجميل من خلال أخلاقه وحسن تربيته، وذكر ما نكر ذكر ما نكر، وبهم من لا تصور أننا يعني غادرنا هذه الساحة وهذا الميدان. هو لا يعرف. أنا أكتب الآن التاريخ، أكتب تاريخ الشعر الشعبي الحديث الذي بدأ في كركوك منذ العام 2003 إلى يوم الناس هذا 2023. كتاب عمره 20 سنة، ما أكتب بي 20 سنة. أنا المواثيق اللي عندي والمستندات وهذه الأمور كلها جامعها ويطلع للناس بأمانة. بالمناسبة كتابة أحاول أو أقترب أن أكون منصف بالكتابة، يعني أكتب ما كان علي من أخطاء وما ارتكبت أنا من حماقات ومن أشياء سيئة ونجاحات الآخرين وكذا. وإن كنت ناجح بقرار بطيني 45 وعابر أم كاتبهم. وصلنا للختام. نعم. نريد نسمع منك شيء. شيء أكو أشياء كثيرة تنقري بهذه المناسبة وبهذه الحلقة، ولكن أنا محب لوطني العزيز. بس قل لي إش قد باقي عندك وقت؟ باقي قليل. إش قد القليل؟ يعني أربعة. أربعة ثلاثة. لا خلاص، إذا انطعنوا العراق بظهره وتوهموا لا يخسون. توهموا، خل أقول لك عليهم ذولا، سولف لك عليهم. طعنوا العراق بظهره. طعنوا العراق بظهره وتوهموا بهلاكه، لكنهم لم يسعدوا. قالوا سنبقى دولة بتمدد، وتأيدوا وتعددوا فتبدد. باءوا برد صاعق ومزلزل، وكذا مصير المعتدين مؤكدوا ظنوا. فكانوا الآثمين بظنهم الحر لا كعبيدهم يتقيدوا. دين العراقيين دين محمد، دين العراقيين دين محمد، وبصلب عيسى يستباح محمد. لله حكم الموت، إلا أنهم حتى على الله العظيم تمردوا. الأدعياء على الكرام تسيدوا، ليسوا أسودا مطلقا واستأسدوا. ولأجل من كانوا أعزة قومهم، واليوم هم يتجلدون ويجلدون.
من أجل من سكنوا الخيام، لأنهم رفضوا مبايعة اللئام فشردوا، ولكل أيزيدية مسبية تبكي على شرف عليه قد اعتدوا، أهل العراق على العدو توحدوا وتحشدوا وتجندوا واستشهدوا، وجحافل التحرير تنشد موطني، وسيرتجي الأعداء لو لم يولدوا. الله سعر ناره لقتيلهم، وشهيدنا بجنانه يتخلد. نحن الرجال القادمون حقيقة، والنصر موعدنا وحان الموعد. نحن الذين بفضلنا الشر المحا، الطاحنون عدونا طحن الرحى. قولوا فعل طق بطق ومربع نجيب الحق. نعم، منك ومن شاربك. نعم، ومن العراق الغالي. ونعم، سلمك الله. كانت حلقة مثمرة، الله يعزك، وثرية جدا، الله يحفظك. الكلمة الأخيرة لحضرتك تقولها للكاميرا. جزيل الشكر والتقدير لهذه القناة الأصيلة والشريفة لاهتمامها بالمناسبات الإنسانية قبل أن تكون الإسلامية، وشكرا لهذه الاستضافة، شكرا لحبيبي وأخي وصديقي أبو الأكبر علي المنصوري، للكادر هذا الرائع اللي حبيتهم في الله وأقولها عبر الشاشة، وأتمنى أني كنت ضيف أستحق أن أجلس على هذا. رائع جدا، الله يحفظك. رائع جدا. سلامي للجميع، لكل الأهل ولكل الأصدقاء والأحباء، إن شاء الله نشوفهم على خير. ألف تحية لك. أحبتنا مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم الختام حلقة هذا اليوم. لا يسعني إلا أن أتقدم بوافر الشكر والمحبة لكم. كان في الإعداد والتقديم أخوكم علي المنصوري، في أمان الله.